الصدقة، أنت في ظل صدقتك يوم القيامة. الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب. الحق يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يروي لنا إمام مسجد الرضوان بحلب، وقد أعطاه الله الولد على كبر، لكنه أصيب وذهب به إلى الطبيب، فقال له الطبيب: إن لم تمضي هذه الساعات وتنخفض حرارة الطفل سيفارق الحياة. فعاد حزينا إلى البيت ومعه زوجته، طفل تمناه كثير ولكن هو يعاني. يقول: فدخلت البيت وكان الليل قد مضى وساعات قليلة ليخرج الفجر. قال: فوضعت زوجتي الطفل في غرفته وجلست في غرفتها باكية حزينة. يقول: فتذكرت في ذلك الوقت حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فسمعت صوت قط وكأنه لم يأكل من قبل، فدخلت وأتيت له بالطعام وفتحت الباب بهدوء حتى لا تشعر زوجتي. فلما نزلت ووضعت الأكل أمام القط وكان يأكل وكأنه لم يأكل من قبل، فلما وضعت الأكل لهذا القط وصعدت إلى البيت وفتحت الباب وقفلت الباب بعدما دخلت، فحدث الصوت أن أفزع زوجتي من النوم، فقامت مسرعة إلى الغرفة التي بها ولدي وتأخذ به وتحتضنه وهي تبكي. لكن الطفل لم يكن هناك حرارة مرتفعة كما قال الطبيب، بل كان وكأنه قطعة من الثلج. وتحتضنه وهي تبكي وتقول: رأيت رؤيا أفزعتني. قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت كأنني أحتضن ولدي هذا، وجاء طائر من السماء أسود ليأخذ ولدي، وإذ بقط أسود به علامة بيضاء في أذنه يتصارع مع الطائر، إلى أن ترك الطائر ولدي ولم يأخذه. فقال لها: صفي لي هذا القط. قالت: قط أسود به شعرات بيضاء في أذنه. فأخذ بيدها وأراها القط في مدخل البيت. قالت: أقسم بالله أنه هو نفس القط الذي تصارع مع الطائر حتى طار الطائر وترك ولدي في كل كبد رطب أجر. صدقة جاءت لقط كانت نجاة لطفل. أنت في ظل صدقتك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين.